كيفية التسجيل على تطبيق دراجون باس ودخول صالة الضيافة في مطار البحرين الدولي. الخطوة الأولى: قم بتنزيل ماستر كارد ترافل باس. الخطوة الثانية: سجل بطاقة الخصم المباشر إلى بريميوم وورلد في التطبيق. الخطوة الثالثة: تصفح صالات المطار حول العالم ومن ضمنهم صالة الضيافة في مطار البحرين الدولي. نتمنى لك رحلة سعيدة.